بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ معكم عبد العزيز اوغست مدريد. قبل هذا المقطع صلى الله عليك محمد، اللهم صل وسلم على بن محمد وعلى صحبه اجمعين. طبعا اليوم جايب لكم كذا بعيد عن الجيمنج، بعيد عن اي شيء. هذا شيء لمصلحتي ولمصلحتكم، طبعا مو انا اللي جايب من عندي، لا قريتها من موقع. يقول لك كيف تحمي نفسك من الاختراق. يقول غالبا ما يؤدي اختراق الكمبيوتر الى اختراق المواقع الاجتماعية مثل نتلوك، تويتر، جيميل، فيسبوك، الى اخره، غير المواقع. الحين بتقول لي كيف؟ الحين بجاوبك. يقول الهاكر الذي يقوم باختراق يستطيع الدخول الى السجل، يعرف به كل صغيرة وكبيرة قمت بها، ويعرف ماذا تتابع وماذا تكتب. لذلك يجب ان يكون لديك حماية قوية قبل ان تتهور وتقول لي انني استخدم النظام الخارق الذي لا احد يستطيع ان اختراقه. دقيقة بس، استطيع ان اقول لك انك اذا ان كنت تستخدم ويندوز او ماك او لينكس فكلها معرضة للاختراق. فالاهم من نوع النظام الذي تستخدمه هو طريقة استخدامك للنظام. لذلك سأضع لك بعض النصائح المهمة كالتالي. 1، كلمة المرور حقك قوية. طيب خذ هذه النصيحة، اجعل كلمة المرور لا تقل عن 6 خانات، واجعلها مكونة من أرقام ورموز وحروف، ولا تجعل جميع حساباتك لها نفس كلمة مرور كي تتجنب اختراق جميع حساباتك. طيب هذه بخصوص كلمة مرور من عنده. أنا عندي واحدة بعد، يفضل بغيت تدخل مثلا حسابك في تويتر أو مثلا فيسبوك أو شيء، يفضل ما تدخل بجهازك، يعني أكثر شيء يعني تدخل بالجوال، وهذا أغلب الناس يدخلون بالجوال بحساباتهم، فيفضل إن الجوال أفضل لك. وحاول تخلي كلمة مرور قوية من رموز وأرقام وحروف زي كذا. الخطوة الثانية يقول حدث نظامك. يقول تحديث النظام أول بأول من أهم أسباب الحماية، لأنها تغلق جميع الثغرات بجهازك وتحسن من الأداء، ولا تنتظر أو تأخر التحديث. وتذكر أنه بمجرد دخولك الإنترنت فأنت مهدد بالاختراق، فلا تعلم كيف سيتم اختراقك. 3، هل تمتلك برنامج حماية؟ برنامج الحماية ينقسم لنوعين، فالبعض مجرد مكافح للفيروسات، والبعض مكافح لهجمات الإنترنت والمواقع المشبوهة. فاحرص على امتلاك برنامج حماية وتحديثه بشكل دائم. قم بأفضل 10 برامج الحماية، ذا بيست انتي فايروس. يقول تحميل برامج من النت. عندما تريد تحميل برنامج ابحث عن الموقع الرسمي. طبعا هذه اهم شيء، هذه اهم شيء. مثلا اي شيء بتحمله، سوني فيجاس، اي شيء، حاول انك تدخل على الموقع الرسمي له للبرنامج. مع لان بعض الاشخاص يدمج فيروسات مع البرنامج، ارفعها على مواقع مختلفة، واحذر من تركيب برنامج مع الكراك، لانها بالغالب هي من تقوم بتخريب جهازك، ولا تعلم ماذا يوجد بالكراك. يعني اي رابط يجيكم، اي شيء، حاولوا تأكدوا منه وما تفتحونه وبس. طبعا انا قد اخترق الظاهر جهازي، ولا ادري هو الحين رحت سويت فرمت، ما ادري عاد شو صار. الزبده ما علينا، هذا اللي كان عندي. اتمنى ان المقطع يعجبكم، تنسون اللايك، سبسكرايب، كومنت، فيفرت، فولو على تويتر وعلى انستغرام. فمع الله. ديال الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا. ألح الدعاء، ألح الدعاء.